كده يا حبيب الحب؟ ما كنا ماشيين كويس وبترزق والحياه كانت سهله واختها مش مستاهله. ايه اللي دخلنا احنا في حوارات؟ بدل الشمال اخرته شمال. لو عصام راح هيجي 10 غيره. وعصام ده ابن عمي. يعني لو جه حد غيره مش هيرحمنا. ونطلع بمكافأة في اللذيذ، هنمسك قرشين ونطلع نضاف. نضاف ايه يا جن؟ هو احنا ضفنا وشفنا العز اللي على ايدين سليم باشا؟ ما انا ليه جادلك وادخل معاك في حوار؟ وانا ممكن اقول لك حاضر وتفضل في نظر حمار. يا ده احنا بنرفع شعار جديد. الشرطة بنت عم الشعب. قصدك الشرطة بنت عمك انت؟ انا وانت واحد يا صاحبي. صباحك نادي وكله لعيبه. الحمد لله على السلامه كابتن فارس. الله يسلمك يا كبير. انا صاحي النهارده كل نشاط وحيويه وسخنان على الشغل. بالراحه علينا يا عمنا، مالك مستعجل على رزقك قوي كده ليه؟ وايه النظام يا باشا؟ النظام، ما تقول له يا تهامي ايه النظام. حلو، نظام حلو. حلوة قوي اللعبة اللي عملتها انت وعصام دي يا فارس. تصدق يا دخلت عليا؟ اسكت، دخلت عليا انا كمان. لولا المسلة والسيارة دي اللي طمر فيها العيش والملح. طمر في الفلوس، ما طمرش فيه العيش والملح. عشان العيش والملح ده كانوا معايا انا. بس تقول ايه يا كبير؟ تكبر الصغير عليك يصير. تصدق اول مرة تقول حاجة صح. يابا انا طول عمري بقدرك، بس التقدير خسرني كتير. وانا ياما قلت لك ان احنا ما شفناش ايام عز غير على ايدين سليم باشا، فما ينفعش نقل بيه. انت مسلة؟ على هادي يا رجاله، على هادي بولع السيجاره حقي كمواطن. ايه ده يا والله عيب كده يا باشا. خلاص هو بتبيعني قاعد يا فارس. يا باشا انا كنت شغال معاك وعمري ما خنتك. قلت لك ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشانك الا القتل. انت اللي اصريت. بصراحه حاولت وما قدرتش. وطبعا اتفقت مع عصام على انك تسلمني، مش كده؟ على نعمة انت ظالمني يا باشا. يا باشا تلميذك قنبلة رجولة. أنا غفلته. هو كان عايز يعرف مكانه ميعاد العملية. قلت له إن العملية هتتم أول يوم العيد في حديقة الفسطاط. الله يا تهام، ما بيعرف يهزر. لا الصراحة هو عسل. ما إني بقى إن الضرب ما بيحوقش فيك. لأن حبيبتي جابت لك ريحة هتخليك تنطق على طول. هتوها. فارس هو في ايه يا فارس؟ شيل ايدك من عليها يا فارس. اعلي فارس قبل ما حبيبتي القلب تضيع منك. السليم الوزان اللي ممكن يتلعب بيه، فاهم؟ يعني انت بقى روح حبك، بدل ما كنت هتسلمنا احنا للظابط بتاعك، هتسلمه هو لينا، فاهم؟ اتفقت معاه على ايه يا باشا؟ على الطلاق ما اتفقت معاه على حاجه. انا اضطريت اقول له ان انت اللي بعتني عشان سيبني امشي. وبعدين انا توهته زي ما قلت لك يا باشا، هو كان عايز يعرف ميعاد العمليه ومكانها، وانا توهته. حياه امك. قول الحقيقه انا. انت بتلعب عليا يا ياد؟ انت قبل ما اخليهم يخلصوا على البنت بتاعتك. وقبل ما يخلصوا عليها هنوفر عليك التعب ونخليها لك مدام فارس. ولا هي مدام وانت ما كنتش قايل لنا؟ شيل ايدك من عليا يا بنت. يلا يا ولادك فاكره. يا ولادك يا ولادك يا ولادك يا ولادك.
اتفقت معاه ان انا ابعت له رسالة اول باول على ميعاد العملية مكانها. حلو قوي. نعيم معاك موبايل الواد ده؟ موجود يا باشا. انت هتطلع من هنا مع الرجالة وهتبعت رسالة للظابط بتاعك ده لغاية ما يحصلك على المكان اللي انتوا رايحينه. وخلي بالك اي حركة غدر منك قسما بالله هخليك تقول على حبيبتي القلب الله يرحمها كانت طيبة قوي. خدوها على المخزن. تاني يا كبير غلطة والله العظيم ومش هتتكرر. هرجع خدامك زي زمان. بس ابوس ايدك هي ملهاش اي ذنب. هعمل كل اللي انت عايزه. نتكلم في الحكاية دي بعد العملية. ما تتحرك يا نعيم. قدام يا عريس. مش هتقدر تغمض عينيك.